نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. اثابكم الله. هذا سائل يقول هل يشترط في الجرح الاجماع؟ هل يشترط في الجرح الاجماع؟ لعله يقصد الجرح والتعديل. هذا من شؤون الحفاظ، حفاظ الحديث، هذا من شؤون حفاظ الحديث، ليس من شرطه الاجماع، ليس من شرطه ان يجمع على ان هذا مجروح، بل المثبت مقدم على النافي. فاللي يزكي هذا نافي، واللي عنده جرح هذا مثبت ومقدم. نعم. هل اشترط في جرح اهل البدع اجماع اهل العصر ام يكفي عالم واحد فقط؟ هذا من قواعد المضيعة الخبيثة، بارك الله فيكم. اي عصر اشترط هذا الاجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. واذا جرح جامع احمد بن حنبل لله يحب المعين جرح مبتدعا، اقول لا بد ان يجمع ائمه السنه في العالم كلهم على ان هذا مبتدع. كيف قال احمد هذا مبتدع؟ انتهى كل شيء. ولهذا كان اذا قال احمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركضوا وراءه، واذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حد ينازعه. ومش شرط الاجماع هذا لا، مستحيل في كل الاحكام الشرعيه، في كل الاحكام الشرعيه مستحيل. طيب اذا جاء شاهدين على فلان انه قتل، وين شرط اجماع الامه على انه قتل؟ يعني شهاده فلان عند القاضي الشرعي فلان على فلان انه قتل فلانا، يجب على الحاكم ان يحكم بشرع الله، اما الديه واما القصاص، يجب أن يكون سفير كرام الله عز وجل. هل يشترط إجماع في هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع. هؤلاء هم المجيعون، وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء الأخير كما يقال. فلا تسمعوا لهذه الترهات. فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح. فإذا عرضه عالم عدل مثقل فحينئذ يدرس، يعني ما قاله الطرفان، وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل. فإن كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل، ولو كثر عدد المعدلين عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن جارح مع حجة، والحجة هي المقدمة، وأحيانا تقدم الحجة ولو خالفها مثل الأرض، مثل الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه. الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، لو كان إنسان على السنة، على السنة وخالفه أهل مدينتين ثلاث مبتدعة، الحق معه، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. فيجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة. فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس من حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبل الحق إذا كان يرافقه الحجة، وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هناك رجل يقول لا تلزمني بتبديع فلان إلا إذا حصل الإجماع على تبديعه، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. كيف يلزمني؟ يلزمنا القرآن الكريم والسنة النبوية تلزمنا.
نفهمها نفهمها، والذي لا يفهمها ولا هذا ليس هذا جاهل. يقول لا تلزمني لا تأهل كلمة يرددوها كلمة الحلف، هذا خطأ لأنه هذه كلمة نفت فيها الشيطان. لا يلزمني لا يلزمني، كل شيء يقول لا يلزمني، كل شيء يقول لا يلزمني، نجيل بالدين يقول لا يلزمني، نجيل بالفرد لا يلزمني، أليس كذلك؟ ما في أحد إلا له قادح وماتش، لا يوجد أحد في الدنيا إلا له قادح وعيش وماتش. ونقول لا يلزمني، أحدهم يقدح في الصحابة، هل أجمع على على الرافضة الآن يقول نحن لا يلزمنا أن نمدح الصحابة، أليس كذلك ولا لا؟ كان يقول لا يلزمني، لا خطأ، أبو بكر بين إجماع، أين الإجماع؟ هذا مسكين جاهل يريد يمشي على طريقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم، يمشي مع الفرق والضلالات يقول أنا معكم، مع أهل السنة يقول أنا معكم، ولو ما في أحد يجمع عرفتين ولا لا؟ لا يوجد إيش؟ حتما في ناس مجمع على حفظه في الناس متكلم فيه يقول لا يلزمني، خطأ، نحن يلزمنا الكلام بحق، الذي يقول الحق يلزمنا مصدق، والذي يقول باطل يلزمه يكذب، أما يقول لا يلزمني يتكلم بالباطل، رجل يتكلم بالخطأ في الباطل ثم يقول لا يلزمني أن أرده، لأن الناس مجتمعوا على إيش؟ ضلالي، أو مجتمعوا على مجهي، لا يلزمني، نأتي لهذا الرجل يتكلم بالباطل ونعرف أنه باطل ونقول هذا الرجل قال باطلا، أحل الربا، يصلي ويصوم ويحفظ القرآن، سمعي ولا لا؟ تبقى ما أقول، يحفظ القرآن، إيش عندكم؟ وأباح الربا في مصر ولا في الشام ولا في أمريكا، وظهرت فتيات، ظهرت إيش؟ خلاف لما قال الله وقال الرسول، هل لا يلزمنا أن نبين ولا يلزمنا؟ يجب أن نبين، يقول لا يلزمنا أن نبين خطأ هذا، هذا الرجل أخطأ، هل لا يلزمني حتى يجمع الناس على أنه لم يخطئ؟ ما في أحد ما يخطئ، الخطأ يرد مهما كان، المعصوم من الخطأ كلام الله كلام الرسول، وقول هذا الرجل لا يلزمني في 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 إيش؟ في تبديع أو تفسير، تبديع أو تفسير أو تفسير، يلزمنا اتباع الحق، أنت ولا إيش؟ يلزمنا اتباع الحق، إذا رأينا الحق نأخذه ولو كان من عندي إيش؟ من صغير، ما تقول لا يلزمني، هذا معنى عنده كبر ما يبغى ينصاع للحق. الرسول قال له ذو اليدين أخطأ، صليت ركعتين وهي كم؟ أربعة، قال حق ما يقول ذو اليدين، قال نعم يا رسول، رجع، هذا لا يلزمني. عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، انظر كتاب رفع الملام على علمة الأعلام، ما في عالم إلا ما أخطأ، ما في عالم ما أخطأ، أرد إيه ولا لا؟ وما في عالم ما فاته حق، فقال لا يلزمني، ما يقول لا يلزمني إلا أقبل الحق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه
لما جاء للجدة، الجدة جاءت قالت يا خليفة رسول الله أنا أبغى ميراثي، قال لا أذكر لك شيء في كتاب الله ولا أعلم شيء في كتاب الله، قلت انظري حتى أسأل. فسأل فوجد من الصحابة من عنده علم وأخذ ذلك العلم. هل قال لا يلزمني؟ ما يقول لا يلزمني، فهمنا لا، سواء الحق أو باطل، إذا علم الحق يقول، إذا علم الباطل يقول. إذا رأينا رجل على باطل على خطأ نقول لا يلزمني حتى يجتمع الناس؟ هذا ليس بصحيح، هذا كلام باطل يضيع الإسلام ويضيع كما يقولون يضيع الدين. هذا كله من الخوف والجبن، مثل نفقه الدين ولا عندهم كبار أيضا ولا يريدون أن يماشوا الناس، وجاروا العوام وجاروا الناس، العوام مساكين أكثرهم جهل. الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يغلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيهم جهل. طالب العلم يعلم يبين يقول لا يلزمني، كيف لا يلزمك؟ يلزمك الحق، يلزمنا بيان الحق ويلزمنا بيان الباطل حتى لا يقع الناس ولا يضيع الدين. لما إذا رأينا باطل فهم ولا لا نقول لا يلزمنا أبدا، وشخص مشى في الباطل حتى يجتمع الناس يقول هذا باطل. والحمد لله عليهم يستغفروا ويطلبوا العلم، هذا كله من الجهل وما سأل من العلماء. الرسول أخبر أن آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل، وهذا منه يتكلم كل شخص بغير علم. لو جعلوا القرآن الكريم والسنة النبوية أمامهم ما ضلوا هذا الضلال، لكن يجعلون أقوال الناس ويريدوا أن يظهروا أمام الناس من العلماء، هذا خطأ ما ينبغي. نعم.